لأن إحنا مجتمع بعده عايش وما مات، مشان هيك مش مسموح يموت أي طفل بسبب الحاجة المادية ولا أن عنده تشوهات في القلب من الولادة. بيسعدني مرة جديدة أرجع أستضيف على هذه الطاولة الطبيب معالج وهو رئيس قسم الأطفال بالجامعة الأمريكية ببيروت. بدي رحب بدكتور عصام الراسي. أهلا وسهلا فيك دكتور عصام. خلينا نقول مظبوط رئيس قسم جراحة قلب الأطفال بمركز قلب الأطفال بالجامعة الأمريكية ببيروت. بدي رحب أيضا بسيدة جمانة عطلة، عضو مؤسس بجمعية صندوق القلب الشجاع بريف هارت. أهلا وسهلا فيك. بدي انتقل لرحب بالطالبة سنة خامسة طب رح تتخصصي بعتقد بنفس الموضوع، وانت ريان الحافظ. حضرتك شهادة حياة عندك اليوم تحكي عنها، ساعدوك بريف هارت، عملتي عملية، واليوم عم نشوف صبية حلوة كثير عم بتكمل المسيرة بالحياة بأمل كبير. بدي رحب بحمودي وبأمه لحمودي، سيدة سماح أتات. أهلا وسهلا فيك ست سماح. حمودي هاي. هلو. مرحبا. يلا يلا هاي. رح نحكي عن حمودي هذه الحالة. بدي رحب فيك دكتور عصام مرة جديدة. بتأثر الواحد مثلنا لما يشوف أطفال صغيرة بمعاناة أنت يمكن بتشوفها كل يوم. بدي منك تشرح للناس ليه أنتم موجودين الليلة هون، وشو هي التشوهات الخلقية اللي بيخلق طفل واحد من أصل 100 بلبنان مع هذه التشوهات بالقلب. نحن موجودين هون لسببين. أول سبب حتى نقول للناس انه اذا كلنا سوا ايد وحده فينا نحكم كل الاولاد يلي عندهم تشوهات بالقلب، والسبب الثاني حتى نطمن الناس انه نتاثر بس منشوف الاولاد مبسوطين وعم بيعيشوا بشكل طبيعي. نتاثر اكثر ساعتها. فوالا هلا ايد وحده مدام عطله رح تحكي باسم بريف هارت فوند. بالنسبه لاولاد صغار، بالنسبه لحمودي كان عنده تشوه معقد جدا جدا جدا، بس حمودي هلا عم بيعيش طبيعي، مبسوطين في اهله، نعمل له 3 عمليات قلب بفضل بريف هارت فند. حمودي عنده الشريان اللي بيطلع الدم على الرويه غير موجود. غير موجود؟ غير موجود نهائيا، هذا تشوه خلقي. ببلش بس يتكون الطفل، بيكون جنين بعده، ما بينوجد هالوصله بين القلب والرويه. اضطرينا نعمل له 3 عمليات، نخلق مجاري حد القلب حتى نبعث دم على الروية، كل عملية بعمر معين، لحد ما آخر عملية انعملت من 6 أشهر يمكن آخر الصيف، وهلأ بيكفي حياته بشكل طبيعي، بيروح على المدرسة، بيلعب بالبيت، بيلعب مع رفقاته، ما بيشكي تقريبا من شيء. حمودي بعد عنده عمليات؟ حمودي ما بقى عنده عمليات مبدئيا بالمستقبل. خلاص ما في إبرة. ما في ابره، ما في شيء. ما في ابره، الاولاد هالقد يمكن بيعرفوا، والباقي الشغل المعقد هو عليكم. تسمحي لي احكي مع والدي حمودي؟ رح ارجع على بريف هارت اللي له محل كثير كبير بقلبي وبقلب كثير ناس للشغل الجبار اللي بتقوموا فيه. كيف عرفتي ببريف هارت؟ اول شيء عند الولاده اكتشفتوا هذه الحاله ام بعدين؟ ايه عند الولاده. كيف عرفتوا؟ من شو؟ يعني هذا بيصير دوريا؟ أنا ما ولدت بالمستشفى الجامعة الأمريكية، خلفت بالمقاصد. خلق أزرق محمد كتير، فورا عرفوا إنه عنده شيء مشكلة بالقلب وهيك. وتاني يوم دغري نقلني على مستشفى الجامعة الأمريكية، وهونيك الدكتور فادي بيطار ودكتورة مريم عرابي موجه لهم الشكر، هن عرفونا بالبريف هارت وساعدونا وساعدوا حمودي ليكفي حياته. اي عمر عمل اول عمليه؟ عمر كان شيء كم يوم، شيء 3 4 ايام كان عمره. 3 4 ايام يعني كان ما فينا ننطر لانه كان كثير وضعه. عمل اول شيء كلوز هارت، هو بعدين عمل اوبن هارت. كلوز هارت قلب مقفل؟ ايه. بس يكون الولد كثير صغير، اذا فينا ما نعمل عمليه قلب مفتوح، يعني ينحط الطفل على آلة القلب المفتوح تحل محل القلب والروية، عندها مفاعيل كتير مهمة على الجسم. إذا ممكن ما ينحط هالطفل على هالآلة بهالعمر، منحاول نعملها قلب مغلق نسميها. العملية هي نفسها بتكون أسهل شوي وأخف وضع على الطفل، لأنه هالقد بعد، لأنه كتير بعده صغير. ريان كمان رح نوصل لعندك، بس قبل بدي أحكي معك ست جمانة. حمودي حلو استوديو؟ حلو؟ هو عم بشوف المستشفى من وراك. بدك تعمل صحافي؟ صحافي أو حكيم؟ بكير عم تعمل دكتور؟
في يعمل لعيب فوتبول كمان ما هيك دكتور؟ يعمل شو ما بده بالرياضة بكل شيء ما هيك؟ ان شاء الله ان شاء الله بنشوفه كبير وبنرجع نستضيفه لحمودي الله يخلي لك اياه. ميرسي جمانة بريف هارت قديه صاروا كم ولد؟ وخليني اقول انه تقريبا يعني عم بتغطى الولد 100% تقريبا. حقيقة صاروا 2860 ولد لليوم بالاخر 12 سنة ونص. ما بنقدر نقول 100% حسب الحالات. اكيد للبنانيين لازم نرجع نكرر ونعيد انه بريف هارت جزء مثل ما قال دكتور راسي ايد وحده ما بتعمل شيء. فبالنسبه للبنانيين وزاره الصحه موجوده، صندوق الضمان موجود، فنحن عم نكمل هالمساعدات اللي جايه من الدوله. فما فينا نقول انه نحن اليوم ما في تغطيه من الدوله، اما التغطيه منا كامله وشامله. فصندوق بريف هارت اللي هو صندوق قام فيه اهالي من المجتمع المدني عم بيساعد الدوله، عم بيساعد العائلات بالشق اللي باقي من نفقات العمليه اللي هو ممكن يتراوح من ال 40% ل 60% من كلفتها. لانه شفت بادجت تقريبا 1.8 مليون انتم بحاجه سنويا لتغطوا هذا الفرق، لان وزاره الصحه تقريبا يعني يقال انه بتغطي 100% من عمليه القلب المفتوح. مظبوط، وزاره الصحه بتغطي 100% من اللبنانيين. هيدي القانون، اذا ما عنده ضمان ما عنده. حمودي لبناني؟ حمودي لبناني. وريان لبنانيه؟ مطلق انسان لبناني بيستحق يتغطى من وزارة الصحة أو الضمان الاجتماعي أو تعاونية الموظفين أو جيش. بس الضمان والوزارة بيغطوا 85 أو 90% من التكاليف. إذا تكاليف العملية كانت 30,000 دولار، يعني فرق العملية بيكون أوقات معيش 4 أشهر أو 6 أشهر لعائلة متواضعة. هيدا الفرق يلي عم هون بريف هارت عم بيغطي. الحقيقه انه اول شيء في بيغطوا العمليه، بس كمان في ممكن يصير عنده مشكله الولد، ممكن يبقى اكثر بالمستشفى، مضاعفات بعدين. اهم شيء نحن شو كان همنا كاهالي انه اليوم الطب الموجود بلبنان بمركز قلب الاطفال بمستشفى الجامعه الامريكيه أهم مركز بلبنان، فكان بهمنا أنه هالفرص مع أهم فريق طبي من جراحين مختصين عم بيجوا من بلدان المنطقة كلها لا يتحكموا هون. نحن كان بهمنا أنه أي ولد لازم يكون عنده نفس فرصة مثل ولد لبناني، مثل ولد لا من الأولاد اللبنانية يكون عندهم نفس الفرصة أنه يتحكموا بهالمركز اللي هو أهم مركز بلبنان. ما مش أي مركز أي مستشفى بلبنان فيها تاخد هالحالات. بدك تاخد التقنيات والخبرة. صحيح عمليات القلب 98% عندها نجاح. بدي أحرره لحمودي من القعدة. حمودي بدك تقوم؟ أنا رح أقول لك باي، بس بتقلن باي بتقلن باي هنيك على الكاميرا للناس. يلا ايه قلن باي وقلن بليز يساعدوا بريف هارت. فيك تقلن يساعدوا بريف هارت؟ لا انا ما بسمعوا مني، انت بسمعوا منك. جرب حمودي. قد ايه عمره حمودي؟ 5 سنين. حمودي 5 سنين. الو حمودي. حمودي ما عندي شوكولا، ما بدك تحكي معي؟ شو قولوا لي، كنت جبت شيء شوي يصير اهضم. طيب باي. يلا سي باي. اي لاف يو. الا باي. الا باي. فلاينج كيس. الا اي لاف يو. في بوسه؟ ما في تبويس؟ بلا بوسه. من بعيد لبعيد. ثانك يو ثانك يو. رح جيب لك شوكولا، خلص خلقوا لنا شوكولا من تحت الارض بليز. باي حمودي. رحنا عند حمودي الكبير، بس ما تخليه ينزعك. اوكي خلينا نتابع، لكن بدي اوصل لعند ريان. خبر المشاهدين عن تجربتك، كمان بأي عمر خضعت الأول عملية وكيف قررت تعملي طب بعدين؟ أنا على 9 أشهر اكتشفوا أنه ما تشوه خلقي بالقلب، ونطر الدكتور فادي بيطار لحتى بركي بسكر الثقب لحاله، بس ما سكر. فعلى عمر ال 12 سنة عمل لي، هي كانت حالتي بتطلب عملية جراحية أكيد، بس دكتور فادي بيطار عمل لي إياها بميل ديفايس مثل امبريلا لتسكير الثقب، ونجحت. كانت عملية أولى من نوعها بالشرق الأوسط، يمكن ما بعرف دكتور عصام يمكن يشرح لنا أكثر عن الموضوع. التقدم الطب عم بيصير بشكل كثير سريع، كل شيء عم يصغر، صاروا هالوسائل بيفوتوا فيها اختصاصيين القسطرة مثل الدكتور بيطار،
جوات الشرايين حتى يسكروا هالثقوب داخل القلب صاروا موجودين وصاروا فعليا على الارض عم يستعملوا. يعني عمليات القلب عم بتخف وعمليات القسطره عم تكبر. بس تسكير ثقب بين البطين الايمن والايسر من بس كان عمره 12 سنه كان شيء بعده عم ينعمل ببعض المراكز بالعالم. يعني كان ما في سوابق كثيره وبدها شجاعه كثير كبيره لانه هيدا هالشيء اللي بينحط جوات القلب فيه يفلت خطره بخطوره العمليه وبدها خبره كثير قويه. كانت اول حاله تنعمل بالمنطقه كلها والنتيجه شايفينها قدامنا. عملت حكيمه صارت خامس سنه طب. لا حكيمه وكثير حلوه كمان. عم فكر في اعمل العمليه في كثير ثقوب. انت مش عايزه. بدي اسالك ريان، ناوي تتخصصي بحالتك؟ خليني اقول انا اكيد بفكر بيدياتريكس للاطفال، سب سبيشالتي ممكن انترفنشنال كارديولوجي مثل دكتور فادي بيطاير، بس مش اكيد حسب شو بصير بعدين ما بعرف. لحد هلا بعدك عم تدرسي طب عام؟ انت بخمس سنه بالايوبي كمان؟ عملت بريمد بالايوبي وهلا بلمنت. هلا بلمنت. بتمنى لك كل التوفيق. 12 سنه عملتي هالانترفنشن، ما في سميها علميه. انترفنشن هي انترفنشن قسطره، مداخله اذا بدي اقول، مش عمليه بكل معنى الكلمه. بروسيجر. بروسيجر اوكي، بالعربي شو بنسميها؟ قسطره. طيب اوكي. صعب النيونسات يمكن بتبقى باللغه العربيه، مش روايه بالعربي بالطب بس انفهمت بعتقد. اكيد لا اكيد واضح واضح. ريان لكن هيدي اللي عملتيها واليوم عايشه حياه طبيعيه 100%. الحمد لله. بس خليني ارجع هون، ثقوب بالقلب بنسمع كثير عن هذه الحاله، يعني في نسبه يمكن اعلى من اكثر مرض شائع من تشوهات القلب هن ثقب بالقلب، وبيعيشوا اوقات حياه كامله طبيعيه، خليني اقول لعمر متقدم، بيقدر ما يبين قبل 15 20 25 سنه. ما فينا نقول تضخم بالقلب، ما فينا نقول كمان يصير نمو كامل للانسان ويعيش مع ثقب بالقلب ما يعرفه. في كيسز اكتشفت عمر 60 65 70، انه عاش كل حياته مع اكزاكتلي بيلقط التهابات اكثر من غيره، بيرشح كثير، رشحته بتجي قويه، ما بيعرفوا ليش، ما حدا فكر يعمل ايكو للقلب، بيكتشفوها بعمر متقدم، اوقات بتنترك ما بقى بدها علاج، اوقات بنحط لها وقتها قسطره لانه ما بقى يحمل المريض يمكن عمليه قلب مفتوح. بس يعني دائما هي مشكله هذا الثقب، هي من اهون مشاكل تشوهات القلب لانه بتشفى نهائيا. بتشفى نهائيا لما نعمل عم نحكي عن مسكره، لما كانت جراحه او قسطره. فبشكل تام يشفى. خليني اتوقف مع فاصل اول، بعرف ظلمتك، رح ارجع اعطيك المجال والكلام، لان اهم شيء بالنسبه لنا الموضوع الاهم هو انه الناس تساعد، تساعد بريف هارت، يوقفوا حدكم تتقدروا تضلوا تساعدوا اكثر واكثر. خليني اقول هالجمعيات نحن اللي عم نستقبلهم بنعرف مصداقيتهم، بنعرف مدى عملهم، اكثر من حالي بعرف عن بريف هارت شخصيا، لمست كيف بيشتغلوا وكيف بيساعدوا بشفافية كاملة، مشان هيك نحن منطلع هؤلاء الجمعيات. في 16000 جمعية بلبنان، بس ليه للجمعيات اللي بيشتغلوا خلينا نقول 100% يعود تعود الفائدة إلى المجتمع. بدي توقف مع فاصل، رح نرجع نشوف كمان حالات أخرى ساعدون بريف هارت، حالات معقدة يمكن كمان. لا. دكتور وفاصل ونتابع مشاهدينا. من بين كل 100 طفل بيخلقوا بلبنان، في طفل بيخلق وقلبه مريض، وبعد في اهل بلبنان ناطرين وايدهم على قلبهم، عم بيتفرجوا بحرقه على طفلهم عم بيصارع الموت ومش قادرين يعملوا شيء لانه حالتهم الماديه صعبه. هيدا مش فيلم سينما، هيدا حقيقه. ما بقى لنا حق نخلي طفل يموت بسبب الفقر، كلنا مسؤولين. بعمليه جراحيه وحده انت قادر تخلي قلبه يدق وعلى طول، تبرع هلا وخلص حياه طفل من الموت. نتابع مشاهدينا اذا هذا اللقاء، وبينضم الي الممثل مصطفى السقا. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. والد ساندي السقا، ساندي عمره 10 اشهر. ايه صارت كمان عندها حاله بدنا نحكي عنها هلا. بدي رحب بس كمان بالسيده روبرتا الخوري وحضرتك والده جون بيير الخوري، ايضا حاله معقده وصعبه مثل حاله ساندي جون بيير. بدي بلش معك سيده روبرتا، شو الحاله؟ جون بيير خلي كنا عارفين بالكيس، كان تحبلي بالخمسة اشهر
وعملنا إيكو مورفولوجيك وبياني، فاضطرينا نلحق دكتور راسي، ولأنه كانت العملية ضروري تنعمل جوست على الولادة، على الولادة، وانعملت تقريبا من بعد يومين. كان عندنا interrupted aorting arch يلي هو الأورت مقطوش، اللي هي القسطرة الأساسية، القسطرة الأساسية اللي بيوزع دم على كل الجسم. وعلى أساس خلصنا، بس رجع تبين إنه عندنا فالف تريكو سبيد اضطرينا نعملها على السنة وشهرين تقريبا. الفالف ثم خليني هون دكتور أسألك عن حالة جان بيير. قلت لي حالة معقدة جدا، حالة كيف يعني بيكون الأورط مقطوش؟ كمان بتنكشف هالأشياء قبل ما يخلق الولد. هلا صارت الإيكو ضرورية، ثلاثة إيكو ينعملوا لكل مرأة حامل، بالثاني وبالثالثة ببينوا هالاشياء، هيك بننتظر البيبي، بنكون عارفين شو واصل على المستشفى، بنكون كلنا ناطرينه، بيخلق الشريان الأساسي اللي بيوزع دم على الجسم مقطوش، بيوزع دم على الراس وبينقطش، بصير بقية الجسم بيتكلوا على شريان بين ساعة وساعة بيقدر يسكر، بيخلص كل شيء. يعني كانت تنقول هيدي حالات ما كنت تعيش الا يمكن ساعات بعد الولادة، كانت تعيش ساعات لانه ماكسيموم نهار نهارين ببلش يزم هالشريان يلي بيسكر فجأة وبيوقف الدم عن بقية الجسم. طيب اسمح لي، بس الولد ببطن امه كيف بيقدر بتشوهات خلقية كمان يستمر؟ يعني هي لها وظائف؟ لا، الولد عايش لانه امه معيشته. القلب ما عنده وظيفة ولا الرواية، هو والولد جنين بيكون. وهيدي كمان من احدى الاشياء تقدمت كثير بالطب، صرنا نقدر نعرف الامراض كلها، تشوهات قلب وغير قلب، قبل ما يخلق الولد. وببعض البلدان بيقرروا انه هالولد ما لازم يكفي، هالولد لازم يكفي. بس على القليل فينا ننتظر الولد ونحضر حالنا لولادته. بتعطوا هيك خيارات للامهات انه مجبورين نعطي هيك خيارات؟ اعطوك هيك خيار، معلش اسمحي لي اذا سالتي. اعطونا خيار واعطونا بوسيبيليتي، كانت 90% لما بيقولوا لي هيك مجبوره اقول لهم لما الولد بين ايديكم، يعني ما في. قالوا لي 90% هي احتمالات نجاح العمليه بعد، ويعيش حياه طبيعيه كل حياته. ومن بعد الولاده تغير شكله، تغير لونه، يعني ما اذا هن ما قالوا لي انا بدنا كنا شايفين الفرق. كمان انفون بلو، يعني ازرق الولد بيكون. انفون بلو كمان. طيب بدي ارجع لعندك كمان مصطفى. ساندي كمان عرفته اثناء الحمل؟ ساندي تفاجئنا بعد 10 ايام من الولاده بالعوارض، و ما بين بالايكو او ما عملته ايكو؟ كنا كل شهر عم نعمل ايكو، بس عم نعمل الايكو اللي هي عم تنعمل بقلب العياده اللي هي الايكو العاديه. وانا بنصح انه كل حدا بتعرف حاله حامل انه ما يبخلوا على حالهم وعلى البيبي، انه يعملوا ايكو تبين هيدي المشكله بالقلب، او يقدروا يساعدوه ويكونوا متحضرين على القليله من قبل ما يولد. عفوا، يمكن هن الهاي ريسك بيعملوا هيدي الايكويات المتطوره اكثر؟ هيك كانت، هلا صار المفروض المكانات الحديثه محل ما هي موجوده، والاطباء يلي متخصصين يعملوا الايكويات مفروض يشوفوا كل التشوهات اليوم. بس هلا من 10 سنين او 15 سنه ما كان في الات وما كان في تخصصات هيك متطوره. هلا ساندي عم نحكي عمرها 10 اشهر، يعني حضرتك كطبيب عم تقول انه كان لازم يبين هيدا الشيء. مفروض تبين، مفروض يبين، بس ما بنعرف شو الظروف اللي عملت فيها الايكو، شو هي المكنه اللي كانت موجوده، يعني في عده اشياء بتلعب، بوزيشن الولد داخل الرحم يمكن لازم تنعاد كان مره ثانيه. يعني انتم كانت لكم مفاجاه صعبه كثير، على العشر ايام حسيتوا تغير لون الولد او بلش في عليها شويه تغيرات باللون؟ هي كثير بيضة وحلوه، فتقول لي اما انه عم يتغير لون، قال لها لا خدودها حمر زهريه كذا، فصار عندها نفس متقطع، يعني بين في مشكله لازم نروح بقى على المستشفى. ورحنا على المستشفى وكانت الصدمه الكبيره لنا، كنا بعدنا عرسان جداد واول بيبي وصغار بالعمر، وما كنا متحضرين لهيك شيء ابدا. من بعدها وجهونا انه ما عندكم خيار غير بالاي يو بي. نزلنا على الاي يو بي واستقبلونا الطاقم الطبي على راسهم دكتور عصام ودكتوره مريم، وحطونا حد الامر الواقع، قالوا لنا 1 2 3 هيدي خياراتكم. شو هي خياراتكم كانت؟ خياراتكم كانت انه بدنا نعمل العمليه والباقي على رب العالمين. يعني انت ما فيك تختاري اساسا خيار تاني،
والحكيم بيقول لك عندك 90% بس بضل في 10% هول الريسك اللي هن الحكيم عم ياخد الريسك وعم بخاطر وعم بفوت ويشتغل بخبرته وبقلبه لحتى يطلع عايش هالبيبي لحتى نحن نقدر نعيش ونكمل مع هذا الشيء اللي رب العالمين هدانا اياه وبدنا نستقبله بكل صدر رحب ونحارب بكل ما اعطانا الله قوه حتى نكمل. بعدين بيجي دور البريف هارت اللي هي حضنتنا وقالت لنا انه انتم حاليا ما تفكروا باي شيء غير انه تكون البنت منيحه. خلصت العمليه الحمد لله وتكللت بالنجاح. كانت اوقات كثير عصيبه علينا بس الحمد لله نحن والطاقم الطبي يعني والبريف هارد وغير جمعيات كمان قدرنا نتخطى هيدي المشكله. عملت عمليه وحده ساندي ما هيك حكيم؟ شو كان حالتها؟ الحاله تقريبا نفسها مثل حاله جان بيير كمان الاورد انتربتد والعمليه تقريبا ذاتها ثقب داخل القلب والايورتا انتربتد. عملنا لهم ذات العمليه طفلين. جان بيير عمل عمليتين لحد جان بيير عنده شغله زياده عنده سيندروم دوشون بنسميه القلب اليسار كله صغير وبالتالي كان عنده ضغط الرويه مرتفع جدا لمده كذا شهر انتزع الصمام اللي داخل القلب اضطرينا نصلحه. وبعد في عمليات او خلص ان شاء الله لا ان شاء الله لا على اساس ان شاء الله لا ان شاء الله لا شو وضعه مبدئيا اثنين ونخلص شو وضعه اليوم جان بيير؟ الحمد لله اكثر من اكسلنت يعني ما بس عيشوا وعيشوا كثير قضينا يعني 14 شهر فتنا 12 مره مستشفى اكيد ما كان في مهرب ضغط الروايه كان كثير صعب عنده يعبي بلغم نضطر دغري نركض فيه بالليالي الحمد لله ما في كلمات نقول لك اياها يعني روبرتا بعرف قد ايه الاهل بهالحاله بيكونوا عن جد ابطال وملائكه حارسين لاولادهم عنده جان بيير ملاك حارس قوي لانه حتى انا جيت لوقت كنت كثير متشائم بوضعه واليوم مثل ما متشائم لدرجه كنت تعبان يعني فتنا تنضيفه بقلاوه قالنا رح ناخذ حبتين قد ما كان ظاهري تعبان يعطيك الف عافيه على كل حال وقد ايه حلو بحس حاله واحد رجع الحياه احيانا لاولاد صغار وامل لاهلهم كثير كبير بدي ارجع على بريف هارت هالقلب الكبير قولي لي كمجتمع كناس هلا عم تحترق نحن شو لازم نعمل؟ نحن بدنا نوقف مع بعضنا ونساعد بعض ونحسب انه اي مساعده بتوصل وبتوصل 100% للمريض وكل ما اشتغلنا سوا كل ما رح نقدر نساعد اولاد ننقذهم ونوصل لهالارقام لما نقول لولد نتاسف ما فينا نساعدك ما في امكانيات نحن اليوم بنمثل اهالينا مجتمعنا بعد كل حساب هو صندوق الكل مين ما بحب يساعد هالصندوق ويتبرع عم بيساعد الاهالي مثلنا لا يعملوا عمليات قلب لأولادهم كيفية التبرع؟ اعطيني هلا ارقام حسابات مصرفية شو لازم نعمل؟ على 71 48 32 48 بنقدر نتلقى تليفونات وبنبعث لهم كل الحساب المصرفي وكل آلية التبرع تفاصيل خليني ارجع عيد الرقم مع 00961 للي حابب يساعد من خارج لبنان نعم 71 48 3 2 4 8 4 8. إذن هذا هو رقم بريف هارت بتمنى كتار يتصلوا ويساعدوا شفنا اليوم حالات لأولاد كان ممكن أنه يعني يكونوا منهم موجودين على هذه الحياة لو ما فعلا في هذه المساعدة هذه عمليات مكلفة كتير دكتور مثل ما عم مكلفة بفهم. جدا مكلفة بعدها لحد هلأ عم تقول لي العملية بتكلف ب 30-40 ألف دولار عمليتين ثلاثة يعني وصلوا exactly. بمبالغ كتير كبيرة الأهل وهول الأولاد عندهم فرصة كاملة للحياة بيعيشوا حياة طبيعية بالمجتمع بيطلعوا منتجين وبيساعدوا بريف هارت بس يكبروا يعني هيدي شغلة بعتقد واجب على الناس تقدر تساعد نحن كلنا مثل ما قالت مدام عطلة إيد وحدة الطاقم الطبي كله بمستشفى الجامعة الأمريكية يمكن في 50 شخص شفتون على الصورة ما حدا بيتقاضى أي شيء من طفل عليه اتيكيت بريف هارت كل الشغل بيكون تبرع كله بأهم تقنيات موجودة بالعالم موجودة عنا بالجامعة وبالجمعية قايم بالجمعية متطوعين صلنا 12 سنة بنعطي من وقتنا وجهدنا
لا نقدر نجمع هالتبرعات. أنا برجع بقول إنه عم نشارك الكل، حتى العيال العائلات أيام قد ما فيها إذا قدروا $100 يشاركوا بالعملية، نحن هاي ما منقول لا، لأنه هاي $100 للولد اللي جاي ورا. نحن دايما عم نطلع إن شاء الله بيشفي الولد، وفي الولد في ولد تاني ورا وولد تالت ورابع، فلازم نقدر نضلنا واقفين لبعضنا. جمانة حضرتك عضو مؤسس بالجمعية، حضرتك كمان متطوعة، يعني أنا بتشتغلي متطوعة وأنا أم كمان عايشت هالمرض، مشان هيك أسستوا، مشان هيك نعم. أسستوا جمعية مجموعة من أمهات. الأمهات كم شخص أنتوا تقريبا مؤسسين؟ خليني أقول بالمؤسسين عشرة؟ لا أمين والطبيب تبعنا من اللي جاء أسسوا الجمعية، وهلأ بيشاركوا معنا حوالي العشر متطوعين كل سنة بإدارة الجمعية. نحن أكيد متطوعين كمان إذا بتقبلونا، متطوعين معكم للمساعدة. شكرا. أكيد أقل شيء أقل شيء هيدا بلدنا ومجتمعنا وناسنا، وأكيد لازم نوقف حد بعض، هذا أقل شيء. مصطفى بدي أختم معك، في شيء بتحب تقوله؟ عندك رسالة؟ ما الناس بتشوفك حضرتك ممثل، صحيح بيشوفوك بالإعلانات مهضوم وعم تضحك، بيحكي ما حدا بيعرف، بيحكي كثير منيح، ما حدا بيعرف شو عم بيصير معك بحياتك، ملا عبء كبير عليك، يعني عبء بنفس الوقت خليني أقول إنه شغلة صعب كتير، شغلة تشوف بنتك قدامك وتحس انه يعني بين ايدين الله وبين ايدين الحكمة كمان اللي عم يوقفوا حدكم. ساندي صار عمرها 10 أشهر. 10 أشهر صارت. ايه انا بدي اقول شغلة، انا كنت مثل اي حدا بمرق بشوف البانو تبع بريف هارت، بتعاطف معه، بشوف البوكس اللي تبع التبرعات، ممكن امرار حط شيء امرار لا. بعد بريف هارت، بعد ما عملنا العملية واجتنا ساندي وانا بهيدي المشكله، تغير منظوري، صرت اتعاطف اكثر مع الوضع. انا بوجه رساله لكل العالم انه مش ضروري تكونوا واجهتوا هيدي المشكله لحتى تتعاطفوا او لحتى تشاركوا بالواجب اللي نحن كنا مجبورين فيه، لانه ممكن يكون خيك، ممكن يكون رفيقك، ممكن ابنك بالمستقبل، ما بتعرف الايام وين حتاخذك. فانا بوجه تحيه لهالجمعيه وبشيد بعملها هي والطاقم الطبي بالايوبي، وبدي من كل الناس يساهموا قد ما فيهم قد ما بيقدروا، وما يبخلوا على هالجمعيه ولا شوي صغيره. وبدي وجه تحيه لزوجتي اللي عانت ووقفت معي، وهي اللي خلتني اكون قوي لحتى تخطينا هيدي المشكله، وان شاء الله ما بكون في شيء بالمستقبل. كثير كبيره لها. على كل حال انا بتعود دائما انه بشوف الامهات والناس بتتاثر مع الامهات، بس اليوم حتتاثر الناس مع وجه بتعرفه، وهيدا مهم بوجودك يمكن اليوم مصطفى معنا. ان شاء الله السنه الجايه بنشوف كمان جان بيير وساندي على هيدي الطاوله، بنستضيفهم مثل ما استضفنا حمودي اليوم، الناس يشوفوا اولاد كلهم حياه وكلهم قلب، وان شاء الله الناس بتساعد اكثر واكثر. هيدا اللي بس فينا نقوله. بشكرك مره جديده جوانا، اهلا وسهلا فيك دكتور عصام، شكرا على وجودك. بتحب تضيف اي شيء؟ بدي اقول لك ميرسي، لانه هيدي الحلقه بحد ذاتها مساعده للاطفال. ان شاء الله هيدا اقل واجب علينا وعلى كل البرامج اللي هي بتعتبر انه هيدا الجمهور اللي عم يحضر لازم يستفيد من شيء بالسياسه، ما عم نوصل لمطرح، فاقل شيء يكون في جمعيات بنحييها ونوصل هيدي المساعده للناس والمعلومه كمان، يمكن الناس ما بتعرف كيف بدها تساعد، هلا صاروا يعرفوا. بدك تختمي مع التليفون مره جديده؟ لا أورا. بحب اختم بس لانك حكيت هالكلمتين، الحياه والقلب، وشعار بريف هارت هو حياه قلبي. حياه قلبي كيف بتنادي الولد؟ يا حياه قلبي. حياه القلب هذا هو اللي نحن بنعنى فيه، يعني ولادنا حياة قلبنا. أكيد أكيد إن شاء الله بضل عنا قلب. على كل حال مع كل المقاس اللي عم نشوفها ومع كل المشاكل اللي عم نعيشها، شكرا لكم مرة جديدة. فاصل ونتابع مشاهدينا.